بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد سلامي رئيس تجمع صيادلة خلية النحل. هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان كتأتي تنديد على المشروع القانون المالية ديال 2023 الذي سوف يأتي على الأخضر واليابس خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. فهذه الزيادة في النسبة ديال الضرائب وكذلك هذا الاقتطاع المباشر اللي يعني الحكومة الحالية عادي تقوم به بالنسبة لهذه الفئات كلها عادي يسبب واحد الثقل كبير على الناحية الاقتصادية ديالها وما يخليهاش تشتغل يعني في الظروف الصحية وباش تقوم بالأدوار المنوطة بها لإنجاح المنظومة الصحية. الحقيقة الحكومة ما كانش يعني شي تواصل وشي حوار من أجل تنزيل هذا المشروع القانون، وبالتالي حنايا كندوا بهذا المشروع هذا وكنطلبوا من الإصلاحات والتعديلات. يعني المقترحات هو يعني ما يكونش هذا الارتفاع في النسبة ديال الضرائب وما يكونش هذا الاقتطاع المباشر كما جرت العادة في السنوات الماضية. أما كما قلت ليس هناك حوار ما بين الحكومة وبين المسؤولين على هذه القطاعات هذو خاصة قطاع الصيدلة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.